عين رقيب لسير شاحنات محملة ببضائع وأخرى تزود سوقا بسلع مع تسهيل إجراءات عبر بوابة إلكترونية في الإدارة العامة للجمارك لتحقيق نقلة في العمل الجمركي. إن شاء الله نتطلع بإذن الله أن مزيد من هذه الإنجازات في مختلف مؤسسات الحكومية. مثل ما قلت لك، هي الآن عنوان المرحلة رفع الكفاءة الأمنية بالتوازي مع رفع كفاءة بيئة الأعمال. بيانات ومعلومات جمركية في بوابة فتحت آفاق الشراكة بين جهات حكومية لتسهيل إجراءات وتذليل معوقات للمراجعين. يحسب لنا جميعا إن حققنا ما خططنا له من استراتيجيات تقوم على سياسات جذب الموردين وتسهيل إجراءاتهم وتخزين بضائعهم والإفراج عنها بسلاسة، مما يعزز ويرفع نسبة الدخل الجمركي من الضريبة للخزانة العامة، بعيداً عن المساس برفع الرسوم على المواطن أو التاجر. أنه يشرفنا اليوم الإعلان عن إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة للإدارة العامة للجمارك، ستسهم بعون الله في إحداث نقلة نوعية بالعمل الجمركي نحو آفاق جديدة من التطور في أسلوب العمل. الموقع الجديد للإدارة العامة للجمارك وضع العالم في كف صاحب العلاقة بالعمل الجمركي عبر تقنية الهاتف المحمول، ليكون بإمكان المتصفح إنجاز مهمته جمركيا دون جهد أو عناء. جديد الإدارة العامة للجمارك بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية غرفة تحكم وسيطرة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى غرفة أخرى للكوارث. أحمد المسعودي، لتلفزيون المجلس.